أخبار اليوم. وكان لي لقاء مع الحاجة منال زير من أحد أقارب المرحوم عبد الحليم حافظ. مرحبا بيكي بابا دهوري. أهلا وسهلا بيكو. في البداية حضرتك تكلمينا عن درجة القرابة اللي بينك وبين العندليب. يعني كان والدي قريبه من بعيد شوية، بس كان من أصدقاء المقربين يعني. طيب حضرتك ليكي ذكريات معاه وكده؟ كتير. أنا عاشرته آخر 10 سنين، يعني أنا في حياته كان على طول في حفلاته بحضر، بجيله البيت، بيجي عيد ميلادي، أي موقف بيحصل لي ببقى عايزة أستشيره. كنت صغيرة طبعا، بس كنت أنا بعشقه ولغاية دلوقتي ولغاية ما أموت. أنا بقولها كده إن أنا لغاية ما أموت عبد الحليم ده بالنسبة لي يعني أخ كبير. كان هو مش أصغر من والدي، بس كان ليه مواقف كتير جدا معايا يعني. طبعا افتكر له كتير. يعني مره كان مثلا بابايا جاي لي عريس اكبر مني ب 11 سنه تقريبا، دكتور في لندن وعنده مش عارفه ايه، وقال لي اتجوزيه، وكان عايز يعني يفرضه عليا. فانا جيت عيطت لعبد الحليم قلت له انا مش عايز اتجوزه. راح مكلم بابايا وقال له يعني ما يصحش، يعني بنتك تعمل فيها كده ليه؟ حرام، هي مش عايزه خلاص. ما وفعلا فضل يقدع فيه فتره طويله يعني. دي احد المواقف. طيب عبد الحليم حافظ كان معشوق البنات يعني، وما زال يعني. حضرتك تفتكر يوم وفاته يعني البنات عملت ايه؟ طبعا انا كنت هنا، واحده من البنات طلعوا انتحروا من هنا وانا قاعده، واحنا قاعدين كلنا كده بنعيط وملخومين، لان طلعت تعيط في البلكونه عادي، قلنا يعني متاثره شويه زياده ومش واخدين بالنا قوي، لقيناها في ثانيه بقت على السور. عبال ما قمنا اتحركنا ورحنا كانت هي تحت، دي شفناها بعينينا. في بقى ناس تانيين يوميها انتحروا من اماكن تانية، ثلاثة كان في يوميها تقريبا يوم الجنازة. طب كان سن حضرتك ساعتها ايه؟ يعني 17. بصراحة كده ما حبيتش عبد الحليم؟ انا بحبه جدا، انا بحبه جدا. انا مرة قلت له انا عايز اشتغل عندك ان شاء الله سكرتيرة، قال لي خدي الثانوية العامة الأول بعدين نتفاهم. والله بشكر حضرتك يا حاجة، ميرسي جدا، شكرا. الله يخليك، ألف شكر.